مرحبا بكم مجددا. قال وزير الدفاع التركي يشار جولر إن قوات بلاده لن تنسحب من سوريا إلا بتحقق شروط البيئة الآمنة في سوريا لمنع تدفق مزيد من اللاجئين إلى الأراضي التركية وحفظ أمن مواطنيها من تهديد حزب العمال الكردستاني في سوريا. المزيد في تقرير نور إدريس. تركيا تجدد رفضها الانسحاب من سوريا في الوقت الراهن وتحدد شروطا لذلك. أبرز هذه الشروط البيئة الآمنة في شمالي سوريا لحفظ الحدود والسماح بعودة اللاجئين وفق تصريحات وزير الدفاع التركي يشار جولر، والذي شدد على أن قوات بلاده لن تنسحب إلا بتحقق تلك الظروف، مضيفا أن هناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري في إدلب إلى لاجئين بأي لحظة، علاوة على أولئك الموجودين في تركيا أصلا والذين يبلغ عددهم 4 ملايين. يوضح الوزير التركي بعضا من مواصفات البيئة الآمنة وفق معايير أنقرة، ويقول إن النظام بات ملزما بوضع دستور وإجراء انتخابات لتشكيل حكومة تشمل الجميع، بعد ذلك تغادر تركيا الحدود بكل سرور. أما غير ذلك فستبقى تركيا ملزمة بحماية حدودها وأمنها القومي من تهديد قوات سوريا الديمقراطية التي تصنفها أنقرة على قوائم الإرهاب. تأكيدات وزير الدفاع التركي برفض الانسحاب جاءت بعد أيام من كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن مقترح إيراني لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق تتضمن سحب أنقرة لقواتها العسكرية من سوريا، وفي المقابل يتعهد النظام بوضع قواته على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية مع وجود ضامنتين هما روسيا وإيران. مقترح أبدى النظام انفتاحا عليه وجاهزية كاملة اصطدمت مع التصريحات التركية الأخيرة لتعود الضبابية في طريق التطبيع بين الطرفين غيمة لم تزلها حتى الآن هرولة طهران وضغط موسكو. لمناقشة الموضوع نرحب بضيفينا المحلل السياسي عمر كوش والدكتور سمير صالحة الأستاذ في العلاقات الدولية. مرحبا بكما. دكتور سمير، في أي سياق تأتي تصريحات وزير الدفاع التركي حول شروط تركيا لانسحاب قواتها من سوريا؟ صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني يبدو لي أنه تصريحات وزير الدفاع التركي يشار جولر تتطابق مع مواقف أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان في موضوع طرح استراتيجية تحرك جديدة في الملف السوري بطلب روسي إيراني. يبدو أنه هذه الاستراتيجية وصلت إلى طريق مسدود. الآن ما نسمعه من مواقف جديدة على لسان وزير الدفاع التركي تقول أنه خطة فتح البوابة التركية أمام النظام بطلب روسي إيراني، هذه الخطة التي بدأ تنفيذها مع العودة إلى وصلت يبدو إلى طريق مسدود. وصلت إلى طريق. طيب سأعود إليك دكتور سمير، لكن أسأل أستاذ عمر، ما إمكانية أن يستجيب النظام للشروط التركية؟ يعني النظام لن يستجيب الحقيقة لا للشروط التركية آنفا والتي لم تكن معلنة بهذا الشكل الصريح الذي أعلنه أكثر من مسؤول تركي، ولا يستجيب أيضا للاستراتيجية التي وضعتها روسيا وإيران بفتح الباب أمام طرح الشروط المتبادلة. النظام لا يفهم الحقيقة إلا لغة الضغط. عندما يكون هناك بالفعل، لو كانت هناك مصلحة روسية بالفعل لكي يتقارب النظام مع تركيا كان استعملت طبعا الدبلوماسية الروسية الضغط على النظام، لأن وهي تعلم طبعا ذلك، هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يفهمها النظام. يعني برأيك روسيا لم تمارس الضغط الكافي؟ بالضبط، لم تمارس الضغط الكافي على النظام، تترك الأمور بمعنى تأخذ مجراها. كل طرف يعني طبعا له حساباته وله تشرطاته، وهي ليست مستعجلة، بمعنى أن روسيا الحقيقة
بانشغالها بالملف الأوكراني وطبعا الخسائر التي تتكبدها الكثيرة الحقيقة، حتى أن موسكو يعني تقصف عدة مرات، لن تكون جاهزة لأي تغيير في الملف السوري. وبالتالي سواء تقاربت تركيا مع سوريا أو لم تتقارب، بالنسبة لها الوضع هو ساكن أو مستقر على الأقل، ولو استقرار قلق، لكن هي تمضي بهذا الشيء. رغم أنه يعني دكتور سمير هذا المسار في بداية العام كان متسارعا، يعني صحيح. والتقى وزيرا الخارجية وكان هناك حديث عن إمكانية لقاء يعني الرئيسين، لكن الآن واضح أنه الأمور أخذت منحى مختلف. الموضوع الطاولة الرباعية برأيي مستمر بالنسبة لأنقرة، يعني احتمال أن نرى دعوة جديدة للاجتماع هذه الطاولة، لكن المهم أو العقبة برأيي هي ترتيب جدول أعمال هذه الطاولة. في خلافات، في تباعد حوله، في هناك خلافات أيضا حول الأولويات بالنسبة لكل طرف، الروسي التركي الإيراني. والمؤشر الأهم هو ما تبعناه أنا وأنت في الساعات الأخيرة، اجتماع أو لقاء الأطراف الثلاثة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأستانة في نيويورك. البيان المشترك الصادر عن الاجتماع كرر نفسه، ولكن المفاجأة كانت أنه لم يتحدث إطلاقاً لا عن فرص الطاولة الرباعية ولا عن الطاولة الرباعية كما كان يحدث في السابق. العكس أيضاً الذي تابعناه في البيان المشترك الثلاثي هو أنه لم نرى أي رسالة أو أي مؤشر يعطينا يعني موقف جديد يقول أنه نعم في خطة روسية، خطة إيرانية تناقش مع الجانب التركي باتجاه صناعة مشهد جديد. نقطة أخيرة باختصار أيضا، استوقفني كثيرا ما قاله مثلا وزير الدفاع التركي، وهذا يعكس حقيقة كل هذه المسائل، أنه أنقرة متمسكة بمسائل أساسية لن تتراجع عنها. المرحلة الانتقالية في سوريا، موضوع الدستور، موضوع الانتخابات، وموضوع حكومة وطنية جديدة في سوريا. يعني كل هذه المسائل إذا ما جمعناها وأعدنا صياغتها وترتيبها نرى أنه المسألة ليست فقط بالموقف التركي أو محاولة التأثير على أنقرة، المسألة يبدو لي أيضا، لا أعرف إذا كان الأستاذ عمر يتفق معي هنا، ما زال في خلافات أو رؤى متباعدة بين روسيا وبين إيران. بين روسيا وبين إيران؟ نعم، في هذه المسائل. يعني قبل أسابيع، يعني إيران لا تريد؟ المشكلة أنه في برأيي أنا الموقف الروسي حيال أنقرة في ليونة أكثر من الموقف الإيراني، لأنه كلما ذهبت قيادات إيرانية تلتقي قيادات تابعة للنظام، عند الخروج من هذا الاجتماع نرى بشكل مباشر موقف للنظام يقول نطالب القوات التركية بمغادرة الأراضي السورية. في الموضوع مع الروس يبدو لي أن النقاش يتقدم باتجاه آخر، يعني روسيا عندها خطة، ربما كما سمعنا كما تتذكر قبل أسابيع بين مزدوجين، طبعا مسألة شرعنة الوجود التركي في سوريا لفتح الطريق أمام المرحلة الانتقالية والمسار الجديد. يعني الحقيقة هي إيران تذكر أستاذ عمار حتى هي ألحقت لاحقا بهذا المسار، يعني في البداية كانت روسيا هي من تدفع بهذا الاتجاه، لكن الآن إيران يبدو لديها مقترح أنه خروج القوات التركية في مقابل ضمان أنه هذه الحدود لن تشكل تهديدا على الأمن القومي التركي، وتقصد يعني بالنسبة لتركيا طبعا المقصود قوات سوريا الديمقراطية. ما فرص هذا المقترح؟ يعني بالتأكيد طبعا هذا يعني حقيقة المقترح إيراني منذ زمن بعيد، بمعنى هي تشرع وجودها وميليشياتها وحرسها الثوري وجيشها وإلى آخره، لكن تعتبر وجود تركي، وطبعا هذا موقف حتى روسي إلى حد ما، أنه وجود غير شرعي، وبالتالي يجب أن يكون هناك انسحاب مقابل استرضاء الطرف التركي. بماذا؟ باتفاقية أضنة، لأن الحديث عن 5 كيلومتر، بمعنى يمكن أن تتواجد وفق اتفاقية أضنة على عمق 5 كيلومتر، وبنفس الوقت طبعا ضمان عدم تلقيها تركيا طبعا لهجمات من البي واي دي والبي كي كي في شمال شرق سوريا. هذا طبعا الحقيقة مطلب إيراني منذ زمن، لكن طبعا المقابل التركي هو يقول أن القوات التركية لن تبقى إلى الأبد في سوريا أو في الشمال السوري، لكن بإطار حل سياسي وليس بإطار انسحاب من طرف واحد.
لأنه لديها هواجس أمنية، لديها طبعا يعني حدود مشتركة، لديها لاجئين إلى آخره، كل هذه المسائل. وبالتالي يعني المقترح الإيراني ليس مقبولا أو واقعيا من قبل تركيا. هو الحقيقة مقترح ليس للتقارب السوري التركي، هو مقترح للحل وفق ما تراه إيران. وهذا طبعا يعني بمعنى استباحة البلد أو بقاء البلد لها مفتوحا، يعني عندما تخرج طبعا تركيا إذا من الذي سيبقى؟ روسيا التي هي عادة تسيطر على الجو ولديها طبعا قوات محدودة مع شوية فاغنر، قوات فاغنر، لكن هناك 70 إلى 90 ألف ميليشيا من ميليشيات من ميليشيات الإيرانية المتعددة الجنسيات، هناك الحرس الثوري، هناك معامل الصواريخ، هناك قواعد، هناك حتى قواعد للطائرات المسيرة، يعني بمعنى التغلغل الإيراني هادف للسيطرة على كل سوريا. طيب دكتور سمير، يعني في ظل هذه المعطيات، نظرة تركيا ومقاربتها للملف السوري هل تغيرت؟ كيف هي؟ لأنه الآن نتحدث عن يعني من ناحية مسار مع النظام، هل توقف هذا المسار والتقارب؟ من ناحية أخرى نتحدث عن مناطق يعني شمال شرق سوريا ترى فيها تهديدا، وكانت تهدد يعني في الربيع الماضي كانت تهدد بعملية عسكرية. صحيح. يعني في شمال شرق سوريا هناك أيضا مناطق شمال غرب سوريا التي تتواجد فيها قوات تركية. هل هناك مقاربة واضحة الآن مختلفة ربما لتركيا؟ يعني برأيي النقطة الأساسية يعني نكررها باستمرار هي أنه سياسة تركيا في التعامل مع الملف السوري، السياسة الحالية اليوم كما أراها أنا، مرتبطة ليس فقط بالقرار أو بالرغبة التركية، مرتبطة بأكثر من عامل إقليمي ودولي يتحرك أيضا في التعامل مع هذا الملف. الآن عندما يذهب الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سوشي يلتقي نظيره الروسي هناك ويعود ليقول في طريق العودة أنه لا مكان للأسد في سوريا الجديدة، ويقول هذا الكلام وهو في طريق العودة يعني دون أي تريث. يعني ربما كنا يعني لو تريث الرئيس رجب طيب أردوغان لقلنا أنه احتمال أنه في تفاهمات تركية روسية جديدة في التعامل مع الملف وربما حيال النظام، لكن مسارعة أردوغان لإعلان هذه العبارة هذا يعني أنه قطع الطريق على كل الاحتمالات والتأويلات، وهذا يعني يساعدنا في الإجابة على السؤال الذي طرحته. الآن في نقطة مهمة عندما نرى يعني نناقش التحولات في الموقف التركي حيال النظام، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا التحولات العربية تحديدا. كيف الآن تتعامل العواصم العربية، كيف كانت تتعامل العواصم العربية قبل عام مع الملف، والآن ما هي نظرة هذه العواصم الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري؟ لماذا أنا قلت هذه المادة؟ لأقول لك أنه الآن أنقرة تحاول أن تجمع بين المسارين، يعني الموقف العربي تنسيق مع الموقف التركي باتجاه تفعيل السيناريو الجديد حيال الملف السوري. شكرا جزيلا لكم دكتور سمير صالحة، الأستاذ في العلاقات الدولية، والأستاذ المحلل السياسي عمر كوش. ما يزال لدينا محور أخير حول أوكرانيا واستهداف قوات لروسيا في شبه جزيرة القرم.